نعيمان نعيمان لك العمى بعيونك كيف جايك ينام كيف؟ قومي ولاد قومي لك شو بدك؟ شو بدك من قبل الضو؟ بدنا نحجز دور قدام المستوصف قومي مستوصف؟ خير شبك شي؟ ما شبني شي قلتلي شبك شي بدي اخدك على المستوصف لحتى اشوف بتجيبي ولاد ولا ما بتجيبي ولاد وإذا ما بجيبي ولاد شو بتعمل يعني؟ وقتها بدك ما تواخذيني رح نزل وحدة تانية على دفتر العائلة تكون تجيب ولاد يعني بدي بدل 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 بس اطلع يا حدا ياخدك ابقى بدل ايه؟ ولاد؟ ولك انا 100 وحدة بتتمناني لك انا اذا بدي بجيب ملكة جمال الكوك كله بس انا ما بدي لانك تعامل لك خاطر بس من هلا ورايح بفرجيكي بفرجيكي يا ديبة فرجيكي رجعتي نبتة لك قومي ولا قومي أهلين عمي صالح أهلين عمي أسعار خير إن شاء الله لي جاي من عبكر الصبح بدك شي بدي شاورك تشور علي بهالمشورة شو رأيك بشو بهالمشورة لك أين مشورة الولد الولد شو بنسمى هنا لك أين ولد ابن ابن لك أسعار استنى على هنا ليجي بعدين بتنقي له اسم يا أخي بيقول المثل بس يجيك الصبي بتصلي على النبي عشو بستعجل أنت لا هلا هلا عندي نقي له اسم بدي بس يجي هيك يلاقي اسمه ناطره تعب فلان وروح فلان ويلاقي نعمل العلم ولعب فلان إلا الحاضر حواضر أسعار أنا عندي دكانة لبيع البزر والغضامة مال الأسامي روح دور عند غيرنا برو بس وين بدي روح وين بدي روح أسعود أسعود نعم بلا زغرة ليك روح لعند المختار هذا مبزر مو مثل حكايتي ليك هاي يمكن ينفعك ماشي ماشي ولك عجبك على هالمسطول شو بده عرفت شو بده ايه زهرة ليش عم تبكي؟ اني حارمتك من الخلفة اصلا انت لازم تتجوز وحدة تانية مشان تجيب لك ولاد لك روحي كتر خيرك يا زهرة اللي ما جبتي لي ولاد لك شو بدنا بالولاد نحن هي انا وانت وهالدكانة يلا يلا تعال نشرب متي ولو